تعود إلى المنزل في وقت العشاء، والآن كن ولدا مطيعاً. حسناً وداعاً. كيف تجرؤ على تركيب هذا الشكل؟ يجب أن تدفع ثمن هذه الخيانة. وداعاً أيتها الدواسات. لا أعتقد ذلك. أراك لاحقاً. ماذا حدث هنا؟ لقد غبت ساعتين فقط. أعتقد أنني أمرتك بأن تكون ولدا مطيعاً. 99 100. ممتاز. هل أبدو مثالية؟ لقد عدت أخيراً. تمكنت من العودة سالمة. أنت حر طليق يا سموكي. لكن تلك المخالب لا. استعدوا للتصادم. سموكي اجلس. أعتقد أنني لن أذهب إلى أي مكان. انظري ماذا فعل بي. أنا في غاية الأسف يا إيفا. لابد أن هناك شيء ما يمكنني فعله. في الواقع لدي فكرة. يمكننا قص طرف البالون ووضع مخالب الكلب بداخله. ممتاز. من هو الولد المطيع؟ الآن يمكننا العناق دون فوضى. وشكلها لطيف أيضاً، أليس كذلك؟ يوم آخر وعشاء آخر للكلب. راني! أين ذهب؟ أراهن أنه قد اختبأ. أين أنت؟ ليس هنا بالأسفل. هل اختبأ وسط الغسيل مجدداً؟ ربما يلعب بالخارج. لا؟ أين ذهب راني يا ترى؟ لاحظ أثراً للفراء. يؤدي مباشرة إلى خزانة الملابس. مرحباً. ها أنت ذا يا راني. كنت أعلم. هل علقت هنا؟ كدت تفوت فقرتك المفضلة في اليوم. لقد وضعت حلواً إضافية في وعائك أيضاً. ماذا؟ انظروا إلى كل هذا الفراء. ينسلخ فراء هذا الكلب بشكل جنوني. إنه في كل مكان. أتلفت كل ملابسي. برر موقفك يا راني. عد إلى هنا راني. حان وقت الفرشاة. كيف لم تصبح بلا شعر حتى الآن؟ لا أفهم. هذا مقزز. انظروا إلى كل هذا الفراء. أحتاج فرشاة جديدة بالفعل. أو يمكنني جعل هذه الفرشاة أكثر فعالية. بمجرد أن تكون لديك قبضة محكمة، ضعها فوق الشعيرات ثم اضغط عليها بأصابعك لتخرج من الجهة الأخرى. والآن عند استخدام الفرشاة مع الكلب يمكنك إزالة الغطاء والتخلص من كل الفراء والشعر. رائعة كالجديدة تماماً. حان الآن موعد العناق بدون فراء متطاير. أحب كرة الفرو الصغيرة. يمكنني تصفح الهاتف طوال اليوم. لكن ماذا سيفعل سموكي المسكين؟ ماذا تريد أن تفعل؟ أراهن أنك تريد اللعب. هيا انظر. هيا يا سموكي التقطها. كلا لست في مزاج جيد لهذه اللعبة. وماذا عن هذا؟ كرتك المفضلة. لا تريدها. يصيبني ذلك بالإحباط. إنه غير مهتم بأي شيء إلا الحلوى، أليس كذلك؟ حسناً، أعرف تماماً ما الذي علي فعله. يحب سموكي الحلوى، خاصة عندما تقترن بالألعاب. اصنع فتحة في الكرة واضغط عليها وضع فيها حلوى الكلب المفضلة. سيبقي ذلك مشغولاً لفترة. ها قد انتهيت. هل أنت مستعد؟ انظر ماذا أحضرت لك. هيا التقطها. لقد نجح الأمر. أراهن أنه شم رائحة الحلوى. سيبقي ذلك مشغولاً لفترة. الأمر ممتع له أيضاً. هذا الواجب المنزلي أصعب مما كنت أعتقد. ماذا تفعلين يا فتاة؟ لا تقفزي فوق واجباتي. اتفقنا؟ إيفا اتركي أشيائي. هذه منطقة محظورة. إيفا أنت لطيفة جداً رغم كل شيء. سنتعانق لاحقاً. اتفقنا؟
والآن اذهبي إلى سريرك، ساراكي لاحقاً. والآن ابقي بالخارج. تريدينني بالخارج؟ حسناً. وأخيراً قليل من السلام والهدوء. أعتقد أنني أعرف هذه الإجابة. ماذا حدث؟ إيفا؟ إيفا؟ مهلاً، لقد حبستها بالخارج. إيفا، أين أنت يا فتاتي؟ لا، ماذا لو هربت من المنزل؟ سأذهب للعثور عليها. رأيتِ إيفا؟ أشكرك على أي حال. انتظر، رأيت هذه القطة؟ لا. مرحباً، أرأيت هذه القطة؟ لا، لونها رمادي. أشكرك. أفتقد تلك القطة الصغيرة. من المرجح أنها تفتقدني أيضاً. فتاتي الجميلة. أشلي، ماذا تريد يا ترى؟ مرحباً. هل عثرت عليها؟ لقد عثرت على فتاتي الصغيرة. أشكرك على إبقائها بأمان. هيا نعود إلى المنزل. أشكرك شكراً جزيلاً. هيا نعود إلى المنزل. هيا، لتكون مستعداً لمثل هذه المواقف، استخدم شمعاً لاصقاً لعمل بطاقة اسمك. اكتب على البطاقة رقم هاتفك وغطيها بالشمع اللاصق. اضغط على الشمع لتصليحه باستخدام ورق شمعي. عندما يجف، تخلص من الزوائد. وهكذا نكون قد انتهينا. لقد حصلت على بطاقة اسم جميلة. بهذه الطريقة، ستعرفين دائماً طريق العودة إلى المنزل. لا تخيل كل الأشياء التي تعرضت لها. سوف تحميك هذه دائماً. أحبك. هل هذا كل ما لدي؟ لا أعتقد أنه سيكفي. أحتاج إلى عمل. أعتقد أن بإمكاني أن أكون جليسة كلاب. لا أعتقد أن لدي خيار آخر. من الأفضل أن أتقدم للعمل. أنا أتقدم للعمل. أنا في غاية التوتر. أتمنى أن يكون الكلب لا يعض. مرحباً، أنا هنا للاعتناء بكلبك. مرحباً أيها الصغير. إنه باجة حياتي. أعتني به جيداً، اتفقنا؟ سنحظى بالكثير من المرح معاً. سأعود إلى المنزل خلال ساعة. من المفترض أن يكون هذا كافياً. أشكرك. والآن تصرف بتهذيب أيها الوحش الصغير. وداعاً. أراك لاحقاً. أنا متحمسة للتعرف عليك. سنكون أفضل صديقين في وقت قصير. هذا الشعر يناسبك جداً. جميل للغاية. وهكذا نرقص البالز. لم يتمكنا من وداع بعضهما البعض. لا تبكي، لا تبكي. يبدو أن صديقتك تتصل. مرحبا عزيزتي، ما زلت في العمل. هل يمكنك إرسال صورة لي؟ بالتأكيد، لحظة واحدة. هيا ولا نبتسم. هل يمكن أن تستدير قليلا؟ ليست جيدة، لا يمكنني إرسال هذه الصورة. هذا الوجه مثالي للصورة. اجلس بثبات. انتظر، لا، هذا مستحيل. تحب الكلاب الجبن، أليس كذلك؟ أعرف ذلك. انظر هنا، أترى؟ نعم، لقد نجح الأمر. عزيزي يبدو سعيدا للغاية. ولد مطيع، وهذه الحلوى لجهودك العظيمة. انظري، أنت أولا. ملمسه مألوف، يبدو مثل الحلوى. أجل، إنها شوكولاتة. ربما حصلت على شوكولاتة أيضا. أوه، أظن أنها شوكولاتة. تبدو مثل الشوكولاتة. يا، يا لك من متطلبة. خذي، هل تريدين حبة؟ طعمها جيد. هل تريدين الذهاب في نزهة؟ النجدة تحولت صديقتي إلى كلب. عدت إلى المنزل أخيرا. لابد أن مفاتيحي في مكان ما هنا.
هل نسيتها؟ لحظة، أظن أنني وضعتها في جيبي. ها هي، خذي يا كرة، خذي. ها؟ هل عادت؟ يجب أن أتحقق بنفسي. هذه الستائر الغبية تعيق رؤيتي. أمي، أعرف أنك تقفين في الخارج. ربما ساعي البريد المخيف؟ كلا، إنها أمي. لا تقلقي، سأساعدك في الدخول. هذا مرهق. هيا، سأفتح الباب أخيراً. الباب، هذه أنت. أنا قادمة لإظهار اشتياقي. استعدي للهجوم. ماذا؟ يا ويلي، لحظة، توقفي. أجل، نحن نسقط. كنت أعلم أنك في الخارج. ما هذه الرائحة؟ هل أكلت شيئا؟ أخبريني كل شيء. أجل، لقد عدت. اذهبي هيا. يا إلهي، كم أحب صاحبتي. ماذا سأفعل الآن؟ بسرعة، لنذهب في نزهة. أشعر بالضجر من المنزل. ليس الآن، ادخلي. أخرج، هيا. أوف، استمعي إلي، ليس الآن، مفهوم؟ لا تنظري إلي هكذا. حسناً، سنذهب في نزهة قصيرة. مرحى. أوه، إنها غارقة في النوم. هل حل الصباح؟ استيقظي، إنه يوم جديد. توقفي عندك، إنه يوم عطلة، أريد أن أنام. ماذا؟ لم أعد أريد النوم. أوه، قدماها ظاهرتان، سألعب معهما. أوه، اتركيني لوحدي، أريد أن أنام. النوم؟ يجب أن تستيقظي. ها؟ ها؟ أوه، كلا، لا تخيفيني هكذا. أنت سعيدة دائماً. أنت لطيفة دائماً. سأنهض من السرير. لا أمل في أن أنام أكثر. تعدي. يا إلهي، أريد بعض الخصوصية في الحمام. أظن أنني سأظل هنا لبضع دقائق. ما أجمل هذه التشكيلة. أوه، إنها أنيقة. المعذرة، هل تمزحين معي؟ هل اشتقتِ إلي؟ أريد أن أقضي حاجتي بهدوء. الفطور الذي جاهز. ماذا تأكلين؟ أنا أحب الكوكيز أيضاً. الشوكولاتة مضرة للكلاب، لا يمكنك أكلها. لماذا لا تشاركينها معي؟ لا تحتاجين كل هذه الكوكيز؟ هذه قساوة شديدة. ها، أنا قادمة، هذه الكوكيز لي. هدف. انظري ماذا فعلتي، هذا تصرف سيء. يا إلهي، اشتريت الكثير من الأشياء. 1، 2، 3، 4، 5، 6. لابد أنه في السيارة. أشياء جديدة، أشم رائحة طيبة هنا. هنا. ها؟ أوه لا، أغراضي الجديدة. هل تعرفين كم كلفتني؟ أنت في مشكلة كبيرة. مهلاً، توقفي، هيا، أعطيني إياه، اتركيه، هذه ليست لعبة، مفهوم؟ اتركيه. وقعت المسكينة. أمي، كان ذلك ممتعاً. إنها تفسد كل شيء، صرفت كل راتبي على هذه المشتريات. هل تريدين اللعب؟ هذا لا يصدق. كان يوماً حافلاً. سأمشط شعري، لا أريد أن يتشابك أثناء نومي.
ماذا؟ أتريدين أن أمشط شعرك أيضا؟ أو كم أنت جميلة، سأمشط شعرك. هل يعجبك تمشيط شعرك؟ شعرك ناعم ومرتب الآن. أو لحاف جديد. لا لا لا، ليس هنا، سريرك هناك. لكني أريد النوم معك. هذا المكان بعيد عن السرير. حلمت بهذه اللحظة طوال اليوم. كما لو أني أنام على سحابة. هل نامت؟ ستفرح بانضمامي إليها. هذا السرير ناعم. أين أفضل مكان هنا؟ كدت أنتهي. أنت، ما الذي تفعلينه هنا؟ لن أهنأ بالنوم الليلة. أوف، مكان النوم شبه جاهز. أي، أنت تؤلمين ساقي. ألا يمكنك الاستلقاء فحسب؟ هذا سخيف. اتركيني وساقي في حالنا. أظن أن هذا المكان جيد، ومساحته مثالية أيضا. أجل، إنه مناسب. هذا غير مريح. ما الوقت الآن؟ لقد غطت في النوم، لكن هذا ليس سريري. هل تنام على السرير الآن؟ من الجيد أنها تستمتع بالنوم على اللحاف الجديد. هذا المسلسل مضحك. هيا ارمي الكرة. هيا امسكيها. لقد عدت. هل يمكنك رميها مجددا؟ انت تحبين اللعب. احضرتها، ارميها. حسنا حسنا، هل عدت بهذه السرعة؟ مرة اخرى ارجوك. آخر مرة. بضع مرات أخرى، أرجوك. يجب أن أحافظ على أعصابي. لحظة، في وعائي. طفح الكيل، خذيها. شكرا، هذه أفضل رمية. واصلي. لم أعد أستطيع التحمل. لحظة، سأرميها لك لأنك ماهرة في اللعب. حسنا، أحضريها. اعتمدي علي. كم هي ساذجة. سأرتاح منها لبعض الوقت. يا فتاة، سأستمتع بمشاهدة مسلسلي أخيرا. ماذا؟ من أين أحضرت هذه الكرات؟ لا، حسناً، يكفي هذا القدر من الكرات. لا مزيد من الكرات، مفهوم؟ لدي أشغال أخرى. لكني أحضرت لك كل هذه الكرات. أظن أنه يجب علي إحضار المزيد. أتعلم؟ يبدو فروك متسخاً. أعتقد أنه يجب أن ننظف. ابقى ثابتاً. أوه، ما هذا المذاق؟ هل فعلت ذلك بشكل خاطئ؟ أمزح معك، إنه لسان مزيف. هل صدقت؟ مستحيل. أنت رائعة أيتها القطة، يمكنني أن أعانقك طوال اليوم. أنت ناعمة ولطيفة. انظروا إلى فستاني، الفراء في كل مكان. يجب أن أجري مكالمة. أحتاج إلى مساعدتك، هذا فظيع. هل اتصلت بي؟ هذا لن ينجح، لدي ما أحتاج إليه. ستجمع هذه الأداة الصغيرة كل الفراء، لن تترك شعرة واحدة. ثقي بي، لقد فعلت هذا من قبل. أوه، هذا مذهل، هذه القطة مشعرة. هذا مقزز، أبعده عني. مهلاً، ماذا تفعل؟ لقد صنعت هذا من أجلك. أوه، أنت عبقري، تستحق هذا. شكراً لك. لا تشكريني، أشكري الأداة. أنت جميلة جداً. أعني، انظري إلى نفسك، أنت مثلي تماماً ولكن بشعر أكثر. أو أيها المدلك. نعم سيدتي. أشعر بشد عضلي. أو نقود، إنها المفضلة لدي، لنتخلص من هذا الشد العضلي. أنا متحمسة بهذا، هذا هو المكان الصحيح. أو هذا صعب.
يبدو هذا أفضل بكثير. أو شيء آخر، لقد نسيت القطة. ماذا فعلت؟ حسناً، إن قلت هذا بهذه الطريقة سيكون من دواعي سروري. كم سيكون الأمر صعباً؟ ما هو شعورك؟ هذا مريح، أليس كذلك؟ مهلاً، يتصل بي أحدهم. عذراً، أنا مشغول بتدليك ظهر القطة. عذراً، يجب أن أذهب. وداعاً. ولكن أريد استرداد الأموال. اعتقدت أنك قد تقولي ذلك. هيا أعطيني إياها. لكنني أحب المال. انتظري، قد يكون لدي شيء لك. ها؟ ما هذا؟ مهلا لحظة، انظروا إلي. هذا ما أحتاجه بالضبط. هل نجربها؟ تبدو جيدة. قد أجربها لاحقا. هل تشعر بالاسترخاء؟ أنت تستحق الأفضل. هاي أنا أميلي، جهاز تدليك القطط هذا مثالي. لا تفوت الفرصة، أطلب منتجك الآن. ستكون قطتك في أفضل حال، وهذا أمر رائع. أوه، كانت تلك النكات فظيعة، ولكن يبدو مدلك القطط مذهلا. يجب أن نحصل عليه. ابقي هناك، سأداهم مدخراتي. هيا، لكني بحاجة إلى المزيد. تشاتشينغ، أعلم أن هناك المزيد. تعالي، ربما علي شراء حصالة، ولكن يبدو أن هذا النظام أفضل. أعتقد أن هذا كل شيء. كم المبلغ الذي حصلت عليه؟ ليس كثيراً. آسف أيتها القطة، لن أشتري لك أداة تدليك. أوه، لدي فكرة. سأعود فوراً. انظري، جهاز التدليك الخاص بك سينال إعجابك. إنه أحدث طراز. المستقبل هنا. لا، أنا أمزح فقط. إنها يدي، إنها أفضل من أي أداة. هيا، هذا جيد. انظري، لدي واحدة أخرى هنا. أبدو بنظر جيد، والآن سأمشط شعري. مسحة سريعة على وجهي. لا تقلقي، لن يستغرق الأمر وقتا طويلا. هذا أفضل، لم أعد بحاجة إلى هذه بعد الآن. ما الحقيبة التي يجب أن أخذها؟ أوه، يبدو هذا لطيفاً. حسناً، لست متأكدة. لا، أعتقد أنني لن أخذها. لطالما نالت إعجابي هذه الحقيبة، لكنني استخدمتها الأسبوع الماضي. أوه، وجدتها. ها هي، إنها أنيقة وعصرية وتحتوي على مساحة كافية لجميع أشيائي. سأضع أغراضي. سأحتاج إلى المال بالتأكيد. سأضعه هنا. ماذا أيضاً؟ لا يمكنني الاكتفاء من الذهب. أوه، هذا ثقيل. والآن أهم شيء، لا أستطيع أن أنساك. لا أستطيع أن أنساك. خذي راحتك، إنها غرفة ذات إطلالة. أعتقد أننا مستعدتان. أوه، أيها الخادم، نحن على وشك المغادرة. نعم سيدتي. أوه، بالطبع سيدتي. لا أتقضى أجراً كافياً مقابل ذلك. إنني هذا الأمر. يا إلهي، تبدين رائعة. من الأفضل أن أحزم حقيبتي. لا يمكنني سوى أخذ الأشياء الأساسية. دعونا نرى، سأحتاج إلى هذا. ها، دمية الباندا اللطيفة هذا، سأخذها. وأخيراً وليس آخراً، صديقتي المقربة، ادخلي إلى الحقيبة، إنها ضيقة بعض الشيء. سأغلق السوستة. أشعر وكأنني نسيت شيئاً ما. ابقي هنا، لن أتأخر. كنت أترك وسادتك. ها؟ ألم تكن القطة في تلك الحقيبة؟ هل هذه حقيبة دار سحرية؟ هي، هناك ثقب في الجانب. ها؟ هل تعتقدين أنك تستطيعين الهروب؟ تعالي إلى هنا. حسناً، لا يمكننا استخدام حقيبة دار هذه مرة أخرى. أوه، وجدتها. كان يجب أن أفكر في هذا الأمر مسبقاً. أخرجي رأسك من هنا، هذا مريح. لا تتبرزي. هي، توقفي عن ذلك. عودي. هذا يدغدغ. لا، لا تتجولي، أنا جاد. حسناً، ربما كانت هذه فكرة سيئة. مهلاً، لقد وجدتها. يمكنني استخدام هذا الوعاء. حسناً، نصفه، إنه الحل لهذه المشكلة. ماذا أنتظر؟ لنفعل ذلك. سأضع حقيبة الظهر على سطح المستوى، وسأضع الوعاء هنا، ثم أرسم حوله. لقد صنعت دوائر أصغر في الجزء السفلي من الحقيبة، والآن سأقوم بقصها. أحتاج فقط إلى اتباع الخطوط. لن يكون الأمر صعباً. الخطوة التالية، أحتاج إلى مسدس غراء. سأضع الغراء حول حافة الثقب.
لقد قمت بقص دائرة من اللباد الأصفر وصنعت مثلثات صغيرة حولها. سأفعل ذلك مع الدوائر الأخرى، والآن أحتاج إلى الوعاء. سأضعه داخل حقيبة الظهر، يجب أن أثبت. سأقوم بطي المثلثات الصغيرة مرة أخرى. سأضيف كمية من الغراء وألصقها في الوعاء. سألف حول كل مثلث وأثبته في مكانه. الآن سأصنع مثلثين باللون الأصفر، سأضعهما هنا. هذا كل شيء، تبدو رائعة. سوف تسافرين بأناقة، ما رأيك؟ أعلم أنك ستحبينها، ستتمكنين من رؤية كل شيء. أوه، هذا مدهش، تبدين رائعة. هيا بنا. حقا، كم وزنك؟ علي البدء في ممارسة التمارين الرياضية. هي لك من أخرق، انظر إلى حالك، اتركيني وشأني. إذن ما الذي ترغب في فعله اليوم؟ لا أعرف، مالان تفقدي هذا. قطة مجانية؟ مستحيل. أوه، انظري إليها، إنها لطيفة جدا. تعال إلى هنا أيتها القطة، ألست الأجمل على الإطلاق؟ ماذا؟ لن نربي قطة. أرجوك، أعدك أن أعتني بها. لا يمكنك الاعتناء بنفسك حتى، مستحيل. أرجوك، أرجوك. حسناً، لكني لن أنظف البراز. يا ماندي، هل تودين التربيت عليها؟ هيا. كلا، لست محبة للقطط. أوه، انظر إلى ذلك الكلب. إن كنت ستربي قطة، فسأربي كلباً. أوه، أجل. مرحباً بك في منزلك الجديد يا روفر. انظر إلى هذين الفاشلين، لا تستمعي إليهما يا ميمي، ستكونين المفضلة دائماً بالنسبة إلي. يلا الهول أمي، علينا إخفاؤهما. مرحباً يا عزيزاي، ماذا تفعلان؟ ماذا تحملان؟ أوه، أنفي يدغدغني. هتشو، لقد ثارت حساسيتي. قد تكون هذه هي السبب. رحبي بميمي. وهذا روفر، عليك الاعتراف بأنه لطيف جدا. لا أصدق هذا، تعرفان القواعد، الحيوانات الأليفة ممنوعة. سأضع هذه هنا لأذكركما. أريدهما أن يرحلا من هنا، لكن هذا ظلم شديد. حسنا يا ميمي، هذه هي النهاية. أنا أكره الوداع، لن أنسك أبدا. يا إلهي، توقفا عن فعل ذلك. لن تذهب إلى أي مكان يا روفر، سأحتفظ بك هنا. حسنا، لنجرب هذا مجددا. حقا، عد إلى هنا. ربما يمكنني أن أعطيك مظهرا تنكريا، يعني إنك تشبه جدتي نوعا ما. مهلا، إنني أبذل ما بوسعي. ميمي، ماذا تفعلين؟ لا ترحلي، علي إخبارك بالكثير. لن أتخلى عنك أبدا. مهلا، لدي فكرة، سأبني لك منزلا جديدا، يمكنك البقاء هنا. لا تقلقي، لن يستغرق هذا وقتا طويلا. سأستخدم صناديق الأحذية هذه لرفع الطاولة. أعتقد أن صندوقاً آخر سيكفي، يبدو هذا جيداً. سأعلق بطانية في المؤخرة. يبدو المكان جيداً. تفقدي هذا يا ميمي. مهلاً، لا توجد حوائط. قد تكون هذه مشكلة، لكني أعلم كيف أصلحها. يمكنك الاعتماد علي. انظري إلى هذا، هذا أفضل، أليس كذلك؟ ما رأيك الآن؟ هذا مأساوي جداً، لكن فكرته جيدة جداً. ربما علينا بناء مكان لك، هذا مريح، أنت تستحق الأفضل. ماذا؟ أوه، يبدو أن لدينا جيران، علينا أن نحضر لهم هدية احتفالاً بمنزلهم الجديد. إلى ما تنظر؟ إنهما ليسا ودودين جداً، لا بأس بذلك. هل يعطيك هذا شعوراً جيداً يا روفر؟ لا مثيل لتدليك جيد. أوه، يتصل جاستن بي، علي رد عليه. لقد نسيت تماماً أننا سنخرج معاً الليلة. مرحباً يا جاستن، إنني أستعد. حسناً، أراك حينها، وداعاً، علي الإسراع. أوه، لدي فرو على بلوزتي، لا يمكنني الخروج هكذا. إنه في كل مكان، هذا مزعج جداً. أنا أحب هذا الزي كثيراً، أعتقد أن علي تبديل ملابسي، من الأفضل أن أسرع. هذا أفضل. ماذا؟ لا تنتقدوني، إنه مريح. لكن ماذا سأفعل بشأن روفر؟ لن أتركه مع كريس. مهلاً، أعلم ما سأفعل، سأحضر بعض الملابس. أعتقد أن هذه ستفي بالغرض. هل أختار سترتي الجلدية أم سترة كريس السخيفة؟ السخيفة تفوز. أحتاج إلى بعض قمصاني أيضاً، سأملأ السترة لأبطنها. سيكون هذا كافياً، ويمكنني استخدام هذه الجمجمة، يمكنني وضعها في غطاء الرأس. يبدو أنني حصلت على جليس كلاب، لقد رأيت من هم أسوأ منه. يا روفر، تعال إلى هنا، لدي شخص أود أن تقابله، سيعتني بك هذا الرجل المريب بينما أخرج مع جاستن. لا تقلق، إنه لا يعض،
إنني أقصد روفر. هكذا تماماً، اتخذ وضعاً مريحاً. مرحباً يا جاسن، علي تغيير موعدنا، فلدي حالة طارئة. كسر كريس ضفرة. أنت صديقتي المفضلة يا ميمي، أريد معانقتك فحسب، فراؤك ناعم للغاية. مهلاً، كلا، توقفي. أعتقد أنني ابتلعت بعضه، إنني مبتل تماماً. لا بأس، أعلم أنك فعلت هذا كدليل على حبك، لكن علي تغيير ملابسي. إن رائحتي كريهة، لا أصدق أن هذا حدث، لكن على الأقل لم يكن برازاً. من الأفضل أن أرتدي شيئاً آخر. ماذا حدث لملابسي؟ لقد اختفت. ماذا سأفعل؟ تبقى حل واحد فحسب، سأضطر إلى ارتداء ملابس ماندي. أبدو جيداً فعلاً بهذه البلوزة. ميمي، هل تحتاجين إلى التبول مجدداً؟ مهلاً، لدي فكرة رائعة، إنه جاهز. ميمي، لقد دنيت لك مرحاضاً. هيا، الآن ستتمتعين ببعض الخصوصية. هل انتهيت؟ تذكري غسل كفوفك. أنا فخور بك جداً. أحب الروك. استمع إلى مقطوعة الجيتار المنفردة يا روفر. إنهما يبدوان سعيدان للغاية. علينا فعل شيء كهذا يا ميمي. لا، لست محبة للموسيقى، أليس كذلك؟ لا بأس، سنفكر بشيء آخر لنفعله. سنستمتع بأي كان ما سنفعله. ميمي، إلى أين تذهبين؟ أريد أن أكون مثل ماندي وروفر فحسب، لكن ميمي تدفعني بعيدا دائما. يبدو روفر مرتاحا للغاية. هذا هو الحل، علي أن أجعل ميمي تشعر بارتياح أكبر. حان الوقت للتسوق على الإنترنت، أريد أن أحصل على الهدية المثالية لنرى ما يمكنني الحصول عليه. هو، انظروا إلى هذا، هذا مثالي، لكنه باهظ جدا، إلا إن ذهبت إلى أمي. مرحبا يا أمي، تبدين جميلة اليوم. هو، شكرا يا عزيزي، كنت أتساءل إن كان بإمكاني الحصول على مصروف إضافي. ماذا؟ هل أنت جاد؟ هذا مضحك، كنت أحتاج إلى الضحك، شكرا يا كريس. حقاً، عرفت أن هذه ستكون فكرة جيدة. دعني أتفقد محفظتي. هل في دولار؟ هل جننت؟ لا أملك مالاً، هل ترى؟ صحيح، إذن هذه إجابة بالرفض. أعتقد أنني سأبحث عن فكرة أخرى. لا أعلم ماذا أفعل. مهلاً، حامل ملفات أمي. هذا ما أحتاج إليه تماماً، ربما لن تلاحظ اختفاءه. آسف يا أمي، لكنني سأخذ هذا، سأشرح الأمر لاحقاً. علي الذهاب، حان وقت العمل. أوهو، أحياناً أفاجئ نفسي. بنيت منزلاً صغيراً لميمي، لكن ينقصه شيء. هذا أفضل. هو، إنه مذهل. يا ميمي، تعالي وتفقدي هذا. هو، كان هذا سريعاً. لابد أن هذا يعني أنه أعجبك. تبدين سعيدة للغاية، أنا أحبك. لو كان لدي شيء لأفعله، أشعر بالملل كثيراً. هل لديك أي أفكار يا روفر؟ مهلاً، لدي فكرة. يمكننا لعب التقاط الكرة، اذهب للإمساك بها. حسناً، جرى ذلك بشكل جيد. ما الذي يمكننا فعله أيضاً؟ هاو، هذا مثير للشفقة جداً. إذن أنت لست محباً للرياضة، ربما تحب أشياءً أبسط في الحياة. ما رأيك في هذه الألعاب الطرية؟ هل ترى؟ ما رأيك؟ هيا يا روفر، عليك مساعدتي. بدأت أفكاري تنفذ. حسناً، ماذا عن هذا؟ انبح مرة للموافقة ومرتين للرفض، أو يمكنك الجلوس هناك وتجاهلي. أنت تصعب الأمر. هذا محبط جداً، لهذا آكل عند توتري. هذه ليست رقائقي، إنه طعام كلاب. يا، هذا مقزز جداً. ماذا تقول يا روفر؟ تود تناول وجبة خفيفة؟ وأنا لدي فكرة لنحظى بالمرح. حسناً، كل شيء جاهز. يا روفر، لنلعب XO. اختر مكافأة، سأحدد المربع. هذا اختيار جيد. سأضع دائرة هنا تماماً. لقد حان دوري. سأختار هذا المربع. حان دورك. هل أنت متأكد؟ حسناً، القرار يعود لك. ها؟ ما الذي تفعله ماندي؟ هذا لطيف جداً. سأختار هذا، تزداد الأمور حماساً. فكر في الأمر. أنت تفوز، يا لك من كلب ذكي. أحسنت عملاً، لكني أود إعادة المباراة. ماذا؟ من أين أتت أثار الأقدام هذا؟ أو يا إلهي، بانكيك!
كيف أصبحت متسخا هكذا؟ أنت في حالة مزرية والأرضية متسخة أيضا. مرحبا، هذا أنا الرجل الذي سينظف جروك. أو إنه ناعم جدا. والآن حان وقت التنظيف، ستجلس في الحوض أيها الجارو. وانظر، لدي أداة الفرك هذه التي ستجعلك نظيفا. وأفضل جزء هو أنه يمكنني وضع الشامبو هنا. والآن أنت جاهز للفرك، سيخرج الشامبو في الموضع الذي أفرك. انظر إلى كل هذه الرغوة التي تزيل الأوساخ. أو أمل أن يكون بانكيك بخير. لقد انتهينا من استخدام أداة الفرك وسننتقل إلى القدمين. بانكيك، عليك وضع قدمك في هذا الأنبوب. أجل، أصبحت قدمك نظيفة الآن. في الواقع كلك نظيف. عد إلى أمك الآن، أنا متأكد أنها اشتاقت إليك كثيرا. شكرا جزيلا على تنظيف بانكيك. لا بأس. ها؟ أوه، أهلاً بانكيك، ماذا هناك؟ أها، أعتقد أنك تريد الخروج، ها؟ حسناً. واو، هاي، الجو جميل في الخارج، سيكون الخروج للتنزه مفيداً لكلانا. حسناً، هل أنت مستعد؟ هيا بنا. بانكيك، حان وقت الخروج، لنفعل هذا. هيا بنا إلى الخارج، تماماً كما تريد. حان وقت استخدام حزام الطفل. أها، الجو جميل جداً، يا له من يوم مثالي حقاً. لقد كانت فكرة رائعة يا بانكيك. اذهب للجري قليلا. يمكنني الاسترخاء على المقعد الآن بينما هو يلعب. واو، انظروا إليه، لابد أنه يملك طاقة كبيرة. أنا سعيد جدا لأنه يستمتع بوقته. أوه هاي، هل أنت كلب مهذب؟ أجل، أنت كذلك. انطلق مرة أخرى. حتما يريد الجري. ماذا؟ متى فعل هذا؟ هذا رائع، يا لها من رائحة فظيعة. يجب أن أجد حلاً لهذا. مهلاً، لقد وجدتها، لدي هذه العصا، ستفي بالغرض. هيا أيتها العصا، ساعديني، أنا بحاجة إليك. حسناً، لم ينجح هذا أبداً، ماذا سأفعل الآن؟ أو هاي بانكيك، لقد عدت، وماذا لديك هنا؟ دعني أرى، هذه أشبه بمجرفة إزالة البراز. أنت ذكي يا بانكيك، هذا ما أريده بالضبط. أجل، هيا بنا، أصبح المكان نظيفاً، أنت كلب رائع. ماذا؟ ماذا حدث هنا؟ ليس هنا فحسب، بل في كل مكان أيضاً، كل النباتات، لقد قلبت كلها. أعلم أنك المذنبة أيتها القطة، لا تنكري هذا. لما أحدثت كل هذه الفوضى؟ حسناً، لقد دمرت المكان. لكن علي الآن إيجاد حل لكل هذه الفوضى. ربما يمكنني فعل ذلك باستخدام جوربي. لا أدري، أعني ربما هذا ناجح بعض الشيء. مهلاً، لقد منحني هذا فكرة رائعة. سأحتاج إلى جورابي وعلي لفه بهذا الشكل. حسناً، سأنتقل إلى الخطوة التالية. سأحتاج إلى بعض بذور العشب. أعتقد أن هذه الحفنة كافية. سأضعها في الجورب. وعندما يمتلئ، يمكنني استخدام هذا الرباط المطاطي لإغلاقه. هكذا، إنه مغلق بإحكام. سأضع له هاتين العينين. إنه لطيف جداً. ثم سأضيف بعض الماء. يجب أن تنمو بذور العشب الآن. انظروا، لقد صنعت جوربا من العشب، لقد أحبته قطتي. يمكنها الآن مضغ هذا العشب بدلا من مضغ النباتات. أنا سعيدة جدا لأنه نال إعجابك. أنت أفضل قطة على الإطلاق. حان وقت التنظيف، فالمكان مليء بالغبار. ولن أنسى نفض الغبار عن المصابيح، حيث يجتمع فوقها الغبار بكثرة. سأنتقل إلى الأريكة الآن، سأنظفها جيداً. أوه، والنباتات أيضاً، إنها تجمع الغبار بسهولة. أوه، شعر الحيوانات في كل مكان، حتى لو حاولت تنظيف كل شيء. أعلم أنك لا تفعلين ذلك متعمدة أيتها القطة. لقد خرج الأمر عن نطاق سيطرتك. سأمشط شعرك، سينزع هذا عنك الشعر الذي يوشك على السقوط. أليس هذا جيداً؟ أراهن أنه كذلك. استرخي فقط، سأواصل التمشيط. هيا بنا. انظري إلى الفراء العالق بالفرشاة. لحسن الحظ، يمكنني فقط ضغط الزر وإزالته كله. واو، لقد خرج منك الكثير من الفراء. إلى سلة المهملات. هذا جاهز الآن. يمكنني الانتهاء من تنظيف نفسي. لحسن الحظ أنني اشتريت هذه الأداة المفيدة لهذا الغرض. سأفرك الفرشاة بملابسي هكذا، وستجمع كل الفراء العالق بملابسي. هذا أسهل بكثير من استخدام الشريط اللاصق. انظروا إلى كل الفراء الذي جمعته. الكثير من الفراء، وأفضل جزء هو الخطوة التالية. سأزيح العصا إلى الخلف داخل الحافظة.
وهكذا ستكون العصا نظيفة وجاهزة للاستخدام من جديد. أو قطتي، أنت لطيفة جدا. أو علي الآن تنظيف نفسي بمفردي، سأزيل رائحة البشر عني. سأعود لمواصلة قراءة كتابي. هاي، تبدو هذه التفاحة شهية أيضا، يمكنني تناولها. ها؟ أو هيا، لا تنظر إلي هكذا يا بانكيك. هل تريد القول أنك تريد تناول هذه التفاحة؟ حسناً، ما رأيك ببسكويتة الكلاب هذا؟ ما رأيك؟ إنها شهية، ها؟ هذا رائع، لم تعجب. هذا ليس جيداً. حسناً، ماذا لو لعبت بهذه اللعبة الممتعة؟ سأسحب هذه الجزرة وأضع البسكويتة في الثقب. هيا يا بانكيك، عليك الآن العثور على البسكويتة. أحسنت، استخدم حاسة الشمي القوية التي لديك. لقد نجحت. ها؟ ما هذا؟ هل تريد أن أدلكك أيضاً؟ حسناً، هيا بنا، هذا لطيف جداً. الكلب المهذب يستحق التدليك. هاي، أين ذهب؟ أوه، لقد ذهبت لشرب الماء، حتماً يشعر بالعطش. يا لك من كلب مهذب، والآن أعتقد أن وقت الاسترخاء قد حان. واو، يا له من سوار جميل، إنه لامع جداً. أهلاً أيتها القطة، أنت لطيفة جداً. تعالي، لدي شيء ممتع لك. انظري، هذه لعبة جديدة لك خصيصاً، أليست جميلة؟ سأعلقها على الجدار وأزيل الغطاء، والآن إنها جاهزة للعب بها. هذا جيد، العبي بها بهذا الشكل، إنها قطة ذكية. والآن سأعود لقراءة المجلة. ها؟ تباً، يبدو أنها قد سئمت من اللعب. أعتقد أنه علي إحضار لعبة جديدة لها، ربما ستحب لوح الخدش. سأضعه هنا لتتمكن من الوصول إليه بسهولة، ثم سأحضر لها لعبتها المفضلة. إنها تحب مطاردة هذا، وقيادته ممتعة أيضاً. أيتها القطة، انظري من أتى للعب معك. هذا صحيح، اتبعي نحو لوح الخدش. أجل، لقد نجحت، لقد أتت. أوه، إنها تتحقق من لوح الخدش. أجل، لقد نال إعجابها، كنت أعلم ذلك. أنا مربية قطة جيدة. إنها قطة مدللة، لكنها تستحق ذلك. والآن أين وصلت في هذه المجلة؟ يا لها من أرنبة لطيفة، لكن يمكنها أن تصبح ألطف. هيا، ووهو، لقد نجحت. كم هذا رائع، ستأتين معي. حسناً، لقد حان دوري، وحان الوقت لتكبر أنت، لكن دعنا نمنحك بعض البريق أولاً. يا للروعة، أنت جميل، سنصبح أعز صديقين. هيا بنا. ستكون هذه غرفتك، تبدو فارغة قليلاً، لكنني وضعت لها خططا كبيرة. ماذا؟ ماذا تفعلين هنا؟ هذه غرفة أرنبتي. مستحيل، إنها غرفتنا. لا، مستحيل، لا. أعتقد أنك لم تفهمي الأمر، سنأخذ هذه الغرفة. هكذا ستسير الأمور؟ نعم، هكذا ستسير الأمور. التزمي بجانبك وسألتزم بجانبي، ولا تفكري في تجاوز الخط. لن نفعل ذلك، لدينا أشياء ينبغي فعلها. من أين سنبدأ؟ أحتاج بعض الإلهام. يا للروعة، انظروا إلى تلك البيوت، أتريد شيئا كهذا؟ ما رأيك؟ لا؟ نعم، لم يعجبني أيضا. هذا ما كنت أريده، لقد أحببته، وستحبه أنت أيضا. لدي الكثير من الأفكار، يجب أن نبني لك قصرا، وسيكون مذهلا ببساطة، وسنكون في قمة سعادتنا هنا. انظري إلى كل جماهيرنا العاشقة. ماذا تفعل؟ سأساعدها على الاستفاقة من أحلامها. أعني، من أين جاء ذلك؟ هيا يا كوكو، لدينا الكثير من العمل، لنبدأ العمل. سأحتاج إلى بعض المواد. هذا لوح ثقيل، ربما يجدر بي تقطيعه. لدي أدواتي. مهلاً، ما الذي تفعله كلير؟ لا يهم، أنا منشغلة جداً. من يحتاج إلى منشار؟ لدي أدواتي الخاصة للتقطيع. كم هي مهمة سهلة، وأنجزتها بأقل مجهود ممكن. يا للروعة، كان هذا ممتعاً. يمنحني هذا شعوراً جيداً. سأدق هذا المسمار في الخشب، أنا أدق الخشب بقوة. خذ هذه وهذه. ما الذي يحدث هناك؟ سأحتاج للمسة ألوان. إنها فكرة جيدة، ولدينا الكثير من الخيارات. تعال هنا يا لولو، ما اللون الذي تفضله؟ هيا اختر لونا، أحتاج لمساعدتك. رائع، يعجبني هذا اللون أيضا، ذوقك ممتاز. لنبدأ الطلاء.
أحب هذا اللون، سيبدو شكله مذهلا. هذه درجة من الأزرق مريحة للأعصاب جدا. سأستخدم الفرشاة الدوارة لطلائه. أريد طبقة طلاء متساوية. كم هذا ممتع! يا للروعة! سأضيف هذه الكرات إلى المنزل. يبدو شكله مثل الصورة بالضبط. سأضع هذا القش في الداخل كفراش. وأنا سأضيف بعض الزينة. يا للروعة! تبدو جيدة. يا له من منزل رائع. وهذا منزل يشعل الأجواء. أوشكنا على الانتهاء. أريد أن أطفي روح المنزل على المكان. هذه هي القطعة الأخيرة. أتمنى أن يعجبك. لقد بذلنا جهدا كبيرا لبنائه. اعتبر نفسك في بيتك يا لولو. يبدو دافئا جدا. تبدو سعيدا للغاية. وأنا مسرورة جدا. بدأت أتأثر. ماذا؟ انظر إليهم. هذا أعظم بيت على الإطلاق. حسنا، لدينا لافتة أيضا. يمكننا وضعها هنا. ألقي نظرة يا كلير. بربك، انظري إلى هذا البيت. هل يريحك هذا يا لولو؟ لدي شيء من أجلك. إنها عظمة. سأضعها هنا. لديك مشكلة يا هيزل؟ لدي لعبة من أجل كوكو، وأنا واثقة أنها ستعجبها. مهلا، ما رأيك في هذا؟ لولو يستحق الأفضل. حاولي التغلب على ذلك. لن تكون مهمة صعبة. لدي هذه اللعبة وتحتوي على حلوى. لأن كوكو تشعر بالجوع أثناء اللعب. هل يفترض أن يصيبني الانبهار؟ انظر إلى هذه، إنها ساق دجاجة عملاقة. لماذا تريدين أن أراها؟ لدي جزر أيضا. الأرانب تعشق الجزر. تفضل يا لولو. وهذا من أجلك يا كوكو. اذهب لجلبها. هل تلعبان لعبة الجلب؟ كلب مطيع. كم أنت ذكي. تستطيع كوكو أن تجلب الأشياء أيضا. شاهدي ما سيحدث. هيا يا كوكو، هيا اجلبيها. مهلا، أين تذهبين؟ ما زلنا نتدرب على ذلك. أرأيت ذلك يا لولو؟ كم هذا مضحك. أوه فعلا، شاهدي هذا. انظري هنا. مهلا، هل هذا وعاء ماء؟ نحتاج لواحد أيضا. تفضلي يا كوكو، أتمنى أن تكوني عطشة. لديك الكثير من الماء. أرنبة مطيعة. أوه، لقد أعجبتك. شاهدي ما أحضرته. إنها نافورة مياه تعمل باللمس أو تعمل بالمخلب. يا للروعة، انظروا إليها. أليست رائعة؟ مهلا، خطرت لي فكرة. أعتقد أن علينا عمل مقلب في هيزل. سيعجبك هذا يا لولو. أوه لا، إنها لا تعمل. ماذا؟ ما المشكلة يا كلير؟ هناك مشكلة في النافورة. وبالتالي لماذا تخبرينني بذلك؟ ماذا تريدين أن أفعل؟ أيمكنك مساعدتي؟ لا، أرجوك ساعدي من أجل لولو. آه حسنا، لا أعرف كيفية استخدامها. لا أعلم ما يجب فعله. آسفة. ألقي نظرة أقرب. حسنا، لكنني لا أفهم ما سيحدث عندها. لا، هل تمزحين؟ ربما كانت هذه غلطة. نعم، كانت غلطة. لا، لا أصدق أنك فعلت ذلك. لم يكن ذلك ضروريا على الإطلاق. وأنا استمتعت بالأمر. لقد نفس عن بعض غضبي. أعتقد أن بإمكاني الاسترخاء أخيرا. ما رأيك يا لولو؟ ماذا؟ أتريد عناقا؟ يمكنني أن أعانقك بالتأكيد. وقبلات أيضا. هل أنت جائعة يا كوكو؟ أوه، ما هذا؟ لم أره من قبل. لنلقي نظرة. فيو، يا له من يوم طويل. لقد أنهكني العمل الشاق. ماذا عنك يا كوكو؟ هل تشعرين بالنعاس؟ ما هي يا ترى؟ سألقي نظرة. سأخذ هذه. واو، إنها طبعات زرقاء. كم هذا رائع. ليتني أعرف ما يعني هذا. ما الذي تفعله كلير؟ لنحقق في الأمر. حسناً، أعتقد أنني أعرف ما أفعله. سأحتاج إليك يا لولو، هل أنت مستعد؟ ما هذه؟ تبدو مثيرة للاهتمام. ليست مهمة على الإطلاق. لحظة واحدة، لقد تجاوزت الخط. تراجعي. هل أنت جادة حياة لهذا الأمر؟ نعم، تحركي الآن. أحسنت. على أي حال، ما فائدة الطبعات الزرقاء؟ ليس هذا من شأنك. أتعلمين؟ أشعر بسخاء اليوم. لما لا تأخذين واحدة؟ دعيني أحضرها من أجلك. أحتاج للعثور على واحدة صعبة. أها، يمكنني أن أعطيها هذه.
يا لروى، شكرا يا كلير. أتمنى لك حظا موفقا لأنك ستحتاجين إليها. أنا عبقرية في الشر. مهلا، لا تنظر لي بهذه الطريقة. ماذا؟ يا للهولة، كم تعشق الحكم على الناس. لنلقي نظرة. ما هذا؟ لا يبدو هذا منطقيا. قد تتضح الصورة أكثر إذا أصابني الحول. حسنا، سأجرب حظي. ما مدى صعوبة الأمر؟ حسنا، هذه بداية جيدة. أعتقد أنني سأدق المسمار ثانية. ادخل هنا. ليتني أمتلك أداة طويلة مدببة لجعل الأمور أسهل، لكن طريقتي تعمل. يا للروعة، لقد صنعت نوعا من الصناديق. ربما يبدو شكلها أفضل بطبقة من الطلاء. يستحق الأمر المحاولة. سأضيف بعض الوسائل لأجعله مريحا أكثر. كنت أحمل الطبعة الزرقاء مقلوبة رأسا على عقب. سأضعه على الأرض وسأخذ بعض القياسة بعدها. أريد أن يكون عملي دقيقا. أعتقد أن لدي جميع ألواح الخشب. سأضع الخشب هنا أولا، وبهذا سأحصل على شكل أساسي. ويمكنني استخدام المثقاب لتثبيته بالمسامير هكذا. يعجبني هذا، يجعل المهمة أسهل بكثير. وسأتخلص من نشارة الخشب. بعدها سأضيف بعض القماش إلى الإطار ليصبح بمثابة سقف. ثم أضع سجادة على الأرض. كم أنا سعيدة بالنتيجة. والآن سأضيف اللمسات الأخيرة. بقي شيء أخير، أحتاج لتغيير ملابسي. كم هذا ناعم وفخم. أعرف ذلك، أبدو متألقة. لنجربه الآن. واو. مرحبا، هل عجبك ما فعلته في المكان؟ ماذا؟ كيف؟ ليس هذا عدلا. مهلا، هل هذا ما بنيته؟ ذلك شيء صغير ضئيل. كم هذا لطيف. لا أحتاج لذلك، حان وقت القليل من السحر. يعجبني هذا، كم هذا مريح. تفضلي يا كوكو، إنه سريرك الجديد. حسنا، لقد عملت جاهدة لبنائه. ماذا تريدين مني؟ ربما يمكنني الاستلقاء هنا. لا، لن يحدث هذا حتى لو وصلت لجزء صغير من الوسادة. ماذا؟ لقد نامت كلير. هذه فرصتي، يجب أن أتحرك في هدوء. يجب أن لا يعرف أحد أنني هنا. إنها نائمة كالأطفال وتبدو مرتاحة جدا. كم هذا لطيف. تفضل الجزرة يا كوكو، ألا تريدينها؟ ماذا سنفعل الآن؟ مرحبا يا لولو. ماذا؟ ما هذا؟ هل أنت جائع؟ كم هذا مؤسف. حسنا، أمهلني لحظة، سيكون هذا جيدا. لقد عدت. من يتصل بي؟ مستحيل، إنه مايلز. مرحبا، هيا يا كوكو، هذا لذيذ وصحي. ماذا؟ اخرس، كم أنت مضحك. الليلة يجب أن أعثر على شيء لارتدائه. أتمنى أن أذهب لمكان باهظ الثمن. أعتقد أن لولو لن يتناول الطعام قريبا. ماذا؟ ماذا تفعل؟ مهلا، لقد أوحى لي هذا بفكرة. انتظري هنا، أولا أحتاج إلى كوب ورقي وقلم أسود. سأرسم أرنبا عليه. كم هذا لطيف، كم يذكرني بكوكو. وسأستخدم هذا القلم الأزرق لرسم الخدود، ثم أضيف إليه شعيرات شوارب. حان دور الجانب الآخر، وبعدها سأحتاج لشماعة ملابس والمزيد من الفئران. وسأستخدم الخيوط لتعليقها، كما ربطت بعض الخضروات بالخيط. مرحبا يا كوكو. ماذا؟ هل ستحضر الأكسي؟ لا. لا يبدو هذا قابلا للأكل. لقد أحرقت العشاء. آسفة يا لولو، أعلم أن الأرنبة تأكل بالفعل. هذا لا يصدق. لا تقلق يا لولو، سأعد طبقا آخر. لن أحرقه هذه المرة، أتمنى ذلك. مهلا، هل طلب أحد مطعم؟ ماذا؟ أعتقد أن هذا هو طلبك. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ بالهراء والشفاء. أعتقد أنه سيكون أفضل من طبخ كلير. تبدو كوكو سعيدة على الأقل. حسنا، لنكرر المحاولة. ماذا؟ من أين جاء ذلك؟ هناك تفسير واحد فحسب. أنت لا تنظري إلي، لقد حضر عامل توصيل ولولو كان لديه هاتف. أتتوقعين أن أصدق ذلك؟ كيف فعلت ذلك يا هيزل؟ أتعلمين أن نيران مشتعلة في الطبق؟ سأساعدك. لقد أعلنت استسلامي. لنطلب البيتزا فحسب، لا أمانع. انظر إلى هذين الحيوانين الأليفين، أقصد الإنسانين. يا للهول. من قال إن تنظيف ممل؟
ابتعد يا جوي، أنا أحاول تنظيف هنا. هيا لنلعب أرجوك. ليس الآن، مفهوم؟ هل هذه لعبة؟ سأنظف رف الكتب الآن. لماذا تنقض الغبار هناك؟ يجب أن أستحوذ على كل اهتمامها. انظري لي، أريد أن ألعب بهذا الشيء. مرحى، الكتب غريبة، أنا أحب الأحذية. حان وقت الجولة الكبرى، سأهزم هذه الوسادة، والحشوة المفروشة هي الجائزة. من الممتع اللعب بها. جوي، ما الذي فعلته بغرفة المعيشة؟ هل أنت مختبئ هناك؟ لا تغضبي مني، تعال هنا. مرحبا، هل يمكنني فرك أظافري هنا؟ جولي ابتعدي عن المكنسة، يجب أن أكنس الأرضية. أنا جاد يا جولي، لا، الهروب منها مستحيل. هيا اذهبي. يا إلهي، أشم رائحة طيبة هنا. نعم، هذا الكيس رائع، لقد أعجبني. مهلا، إنه يتسع لي كما لو أني في عالم آخر. لقد هربت منه. جولي، ماذا فعلت؟ إنه كيس القمامة. لا، ماذا سأفعل الآن؟ أخيرا. من هذه القطة؟ مرحبا جوي، أشعر بالملل. هل تريدين الجلوس في حضني؟ في أحلامك. كان مجرد سؤال. جولي، يا جولي، ألا تستطيعين سماعي من هنا؟ سأنتظر على الأريكة إذن. هذا المكان مريح. ماذا عن هذا الكرسي الأصفر؟ الوسادات على الأرضية. ألا تزال تتحدث على الهاتف؟ جولي، هل يمكننا الخروج في نزهة؟ بعد قليل. هل أنت موافقة؟ ماذا عن هذا؟ لعبة. أجل، ارميها، هيا. لقد عدت. ها؟ انتظري. حسناً، انتظر دقيقة واحدة. أمسكت. لحظة، أعطيني الهاتف يا جوي. لا تزال صديقتي على الخط. يا إلهي، أنا أستسلم. خذي. حسناً. يبدو مندمجاً فيما يفعله. هذا شيء ممتع. اتركي الفأرة، أعطيني 10 دقائق فقط. حسناً، المكان دافئ هنا. جولي، يبدو أنني انتهيت من العمل. لنذهب، هيا. اتركي لوحة المفاتيح في حالها، سألجأ للسلاح الكبير. يا قطتي، قوس قزح، هناك حبال كثيرة. تنجح في كل مرة. حقا؟ لا تتركني أعمل بسلام. حان وقت الذهاب، يمكنك الجلوس بجانبي. هل أنت سعيدة الآن؟ يا للهول، لن ألمسك. حسنا، يا لها من مزاجية. أكل بسرعة قبل أن يراني كلبي. يبدو الطعام شهيا. دجاج، اجلس على سريرك، مفهوم؟ أنا جالس، أترين؟ هل تريد لقمة؟ لنحاول مجددا، اتفقنا؟ مستعد؟ أمسكتها. تقريبا. المزيد أرجوك. لنجرب شيئا آخر. أمسكها.
أوف، كدت أمسكها. كان ذلك ممتعا. ربما يكون الخبز أسهل. رميته بعيدا جدا. لنجرب شيئا مختلفا. أنت تحب الفشار صحيح؟ حاول أن تمسكه. واو، أنا أعشق الفشار. يا إلهي، من الأفضل أن أجرب نهزا مختلفا. كل هذا لعائلة، لكن لا تسبب فوضى كبيرة. سأكسب بعض الوقت للأكل بسلام. إنه يحدث فوضى عارمة. ما الذي أتوقعه منه؟ هذه المكسرات المفضلة لدي. عصير، أحتاج إلى عصير. أكل؟ سأتذوقه. أنا عطشان. هل كنت تأكلين طعامي؟ يا لك من جشعة، هذا الأكل ليس للقطط. جولي، هل تتكلم معي؟ ابتعدي عن طبقي. هناك طعام مخصص لك، ها هو. لا أريده. ها، هذا طعامك. حسنا، حبة واحدة فقط، خذي. حقا؟ ما هذا الهراء؟ أنا جاهزة. أرجوك لا تستيقظ، لا تستيقظ أرجوك. أوف، كان ذلك وشيكا. بهدوء. ها، هل هذا صوتها وهي تغادر؟ لا يمكنك تركي هنا. خذيني معك. تعود حالا. لم يكن ذلك سيئا للغاية. مرحبا. نعم، خرجت للتو. وداعا. لا، يجب ألا أنسى هذا الشيء وكتبي. هل ستغادر الآن؟ أوه، سأشتاق لك كثيرا يا قطتي الصغيرة العزيزة. من أحلى قطة في العالم. بالراحة على مخلبي. أوه، يجب أن أنصرف. أتصرف بتهذيب، اتفقنا؟ لحظة، ما هذا؟ ألا تريدين أن أغادر؟ يا لك من قطة لطيفة. سأعود بسرعة. وداعا. أنا مستعد الآن. جولي، هذا غريب. هل ستشتاقين لي؟ أين اختفت؟ أنا هنا، لن يراني إلا بعد فوات الأوان. هل أنت متحمس لتجربة تلك الحرف الإبداعية مع أصدقائك ذوي الفراء؟ أخبرنا كيف سارت الأمور. فلا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك البشر محبي الحيوانات. ألم تشاهد تلك المقاطع بعد؟ اشترك في قناتنا حتى لا يفوتك أي شيء.